أنا أذكر يوماً الشيخ البكوري وأنا في الرياض قالوا لي مجلة روز اليوسف نشرت أنه جميل عبد الناصر طلب من الشيخ البكوري يجي بسرعة، جاءه بسرعة، قال له أنا علمت أن فضيلة الشيخ فرغلي عليه الدين والله ما يدفع هذا الدين غيري. ده مين اللي بيقول؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. وهذا الكلام نشرت الروز اليوسف وخبرت به وأنا في الرياض، وعرفت بعد ما جيت ورحت قابلت الشيخ البكوري. الشيخ البكوري علاقته بيتنا وبي وعلاقتنا به علاقة الاثنين، إن كان خالي ولا هو، متربين في معهد أسيوط، لأن هو من بكور وبكور بيننا وبينها مسافة. هما جيل واحد؟ هما جيل واحد؟ جيل واحد والسن واحد. 1906. نعم. معرفة يعني، هم طلبة. لما جيت أنا رحت قابلت الشيخ البخوري وقلت له الروز اليوسف بتقول بأنك أنت طلبك عبد الناصر يقول لك الدين اللي على الشيخ فرغلي والله ما حد يدفعه غيري. قال لي حصل، طلبني وقال لي كذا وكذا.